لو والله بالاساطير جعلنا لكم اليوم مقطع جديد عن لعبه بالورد. بدايه نحط لنا لايك اشتراك على الجرس مشان يصلك كل شيء جديد. مثل ما تشوفهم العيد اللي جبته بالحلقه الماضيه صلحناه، حطينا وحده ثانيه هنا وضبطنا امورنا. اوكي، في هنا اللهم صل على محمد بعض البوكيمونات حاطينهن هنا، في هذولي قاعد خليتهن معي بالانفنتوري مشان اللهم صل على محمد مشان الفلهن ونصير نكاتل فيهن. هسه عني لفلي اللهم صل على محمد ليفلي 6، يعني يقدر متلفلهم لليفل 6. والحلقة الماضية جبنا معانا ديناصور، هذه شلون اقدر افتحها؟ اوكي، اذا ركضنا نطينا اوكي على المسطرة تمام. خلينا نشوف اذا يطبخ الغثيث الثعلب يطبخ ولا لا. اوكي هاي هي، نجي لهان اصنع واحدة. اوكي اجى الثعلب، نايس، الثعلب يطبخ شيء اسطوري صراحة. غير هيك احتاج اصنع اللهم صل على محمد قديش 7، قليل بس مو مشكلة. هسه يجي خليني اسوي معه، نسرع الموضوع. حلو، هذا طبخ لنا، معناته مثل هيك نجيب اللحم احنا نترك وجاع يعني مباشرة، بس جيب الطار الطبخ جاع. روح روح، ايوه نجيب الطبخ. يا عيني يا عيني. نجي، حلو اكلنا. قديش الاكل الخاص فينا؟ تقريبا فل، نايس نايس. خليني هسه اروح استكشف. اوكي لازم اني استكشف، فعلى بركة الله انطلق. راح يقع استمينا، نايس. او ماي جاد، هذا اقدر اصيده؟ اذا اقدر اصيده شي نايس والله. خليني احاول. الله اكبر، وينه وينه وينه؟ روح الدرع بضربه واحده، وين راح اختفى؟ اوكي خلي الثعلب يدمجه. ياهو، راح موت راح موت، متت خلاص. وينه وين راح؟ لا لا راح يموت. اوهو اوكي اوكي، هيلو ناقص، هيلو ناقص، اقدر اجيبه هسه مباشره. الحق عليه بس. اوه نسيت انه ما معي مظله، بس خلينا الحقه معليش. اوكي هذا هو الطير، شو نسبته؟ 41%. ليش؟ حلو، في فرصه ان شاء الله، في فرصه ان شاء الله، في فرصه. حلو 70، صدناه صدناه، صار عندنا طير، صار عندنا طير، نايس نايس. اتوقع اني رفعت ليفل، صار ليفلي 7. نجي لهنا، خلينا نزيد الوزن والاستمنة. اوكي نعتاز استمنة صراحة، فخلينا على استمنة حاليا. خلينا نجي لهنا نشوف الطير على اي ليفل نجيب السدر حقه. اوكي ليفل 15، مطولين مرة مطولين مرة، لازم نشتغل شغل طيب لحتى نجيب الهاي. اوكي هسه عندنا هنا حقة شجر وعندنا حقة حجر، يعني هذولي اوريدي اللهم صل على محمد نعتاز نبنيهم. خلينا نبنيهم قبل ما نروح نستكشف. خلينا نجيب شويتين لحم. اوكي نعتاز لحم عشان نطبخ. هذا 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 لو يتروض، او ماي جاد، له طريقه. شو هي الطريقه؟ انك تحط له فخ، يعني تبني له الارضيه. شو هاي يا بومه؟ او ماي جاد، ما ذاك، ما هذا، هذا شكله رهيب، هذا شكله رهيب. خلينا احاول اصيده. اوكي ان شاء الله سهلين، ان شاء الله سهلين. اوكي احا سممت، راح الدرع. ما عاد اقدر اضرب، ما عاد اقدر اضرب. اتوقع انه سهل ينصاد. اوكي هذا اظن، لا اوكي صدته، هذا صدته. خلنا نجيب الثاني. حلو حلو، ايوه يا عيني عليك. اوكي صدنا صدنا اثنين جداد. خليني اجي. اوكي نايمين ديناصوراتي، فكرت انه في عندهم شيء. خلينا ننام معاهم. اوكي هذا البوم، هذا البوم لازم اصيده. تعال تعال، لا يا شيخ، ذبحوه ذبحوه ذبحوا الثعلب. يلا يلا مو مشكله، نرجع نصيده. اوحى ما هذا، ايوه ايوه هجوم. والله الثعلب اسطوري. اوكي ما ظل معي كرات، راح يموت. يلا ارفع من ليفل، تقول كم؟ اتوقع انه مات، مات كتله، نايس. اوكي خلينا هسه نجي نشوف انا شو يعتاز مباشره نقدر نطوره، نايس نايس. لازم نبني كم من شغله هسه. بدايه خلينا نحط سرير رابع يعتاز وود، ولازم نوسع القاعدة هاي بشكل كامل. خلينا نجيب، معقولة ما معنا وود انا؟ اوهو ما في وود والله. خلينا نجمع وود، لازم ادور لي على حطاب، يعني يجمع لي حطب وما حطب. قبل الود خلينا اتاكد من الديناصورات حقين الموجودين. اوكي هذا مزارع ليفل 2، حلو والله، وهذا برضو مزارع ليفل 1. شو القصة كلهم مزارعين وفارمرية و اوكي نشوف شو فتحنا لساعتنا. اوكي اوكي خلينا نجي لهنا ونجي لهنا. اوكي مشان نبنيهن، هذول مرة مهمة. وين راح نبنيهن؟ راح نبنيهن بمكان، لازم نحط الآلة حقت التصليح. صار عندي فارم. اوكي وهاي الآلة تاز ستون، وستون يا سيدي العزيز هذا هو قبالي. اوه 50 خشب،
كسر خشب كسر. اوكي لازم اني احط الاله حقه التصليح لانه الاكس عندي. لا 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 هن كلهم طابتين، ضيعت واحده منهن. حرامات حرامات. اوكي متعود على الكيو مشان اللهم صل على محمد ايام ماين كرافت، حط مباشره على الكيو يفتح كرافتنج، فهذه مصيبه، هاي مصيبه كيو متعود عليها. اوكي خلينا نجي هسه نجيب الات التصليح، صلح، نجي لهنا الدرع برضو صلح، يا عيني عليك. شوف في اشياء نقدر نصلحها، هذا نصلحه، الرمح سبير نصلحه، البون نصلحه. اوكي خلاص الامور هسه مية مية. نرجع نكسر، اظن هسه اقدر احط البلد حقه الخشب. اوكي مكانها هان ان شاء الله كويس، وتعال ابنيها. او دقيقتين حسب بس يجي الخروف. قديش يا تاز قديش ينقص يعني معي؟ صار دقيقة او دقيقتين لساعتها يا شيخ. وين كم؟ اوكي هذا يجى حلو، ساعدني بدقيقة. خروف شو يسوي الخروف؟ محشور او مو الخروف؟ اوكي اجى الخروف حلو، ظل 30 ثانية. لا لا في 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 بادرة ان شاء الله. واخيرا 9 دقايق او 9 ثواني دقايق، او ماي جاد او 9 دقايق. حلو حلو حلو، اوكي تاخذ وقت بالوحده. انسى لازمنا نجيب لنا حطاب، لازم ندور لنا شي حطاب. اللهم صل على محمد. اني معاي اكمن بكمون هسه حاليا. نجي لهانا اللي روضتهم قبل شوي، وينهم؟ معقوله يجم لهانا؟ اوكي هذا هم. هذا يا سيدي العزيز مزارع ويشيل. طب بما انه في عندنا فارمريه هسه، في عندي مكان هنا، احنا قلنا هذا فارمر. نعتاز حدا يسقي، لازم اجيب بكمون مائي، فلسه بكير حاليا على اللهم صل على محمد ان نزرع. خليني اشوف شو اقدر اصنع بوكيمونات او طابات بوكيمونات. 13 حلو، خليه يجي يصنع ونجيب شوية خشب، ولا خلي البيلدنج لبعدين، خليني اخذ الطابات واروح استكشف افضل شيء. اوكي هسه راح اروح استكشف، في معي وزن زايد، اتوقع الفايبر. وهاي هاي شو؟ ما ودي املي عليهم الصناديق، يفضل اني اصنع لي شي صندوق. يا تاس خشب، او ماي جاد يا الخشب، خلاص عوف عوف الصندوق هسه. خليني اروح استكشف واشوف لي شي برج. اوكي هذا مائي، هذا هذا مائي، اتوقع المائي ضد الناري شويتين صعب، فخليني انزل له، خلينا ننزل له الطير. تعال 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 مدير، بالله عليك لا تروح غاد. اوكي سام حقي وين النبل؟ انكسر. اوكي تعال يا مدير تعال. وين راح؟ لا تقول لي قلتش تحت الارض. او ماي جاد تعال، قلتش تحت الارض عوفه، ندور غيره. حلو هاي الكرة. اوكي اتوقع راح يفيدني. اثبت خلاص خلاص، صدناه صدناه خلاص صدناه. اوكي جبنا شيء كويس للفار. حلو اسطوري اسطوري. هسه هذا اتوقع انه نقدر نصيد فيه، او عفوا نقدر نزرع وبرضه يسقي لنا المزروعات، ف خطوه مهمه لقدام. خليني استكشف وادور لي شيء برج انا، واي شيء تقدم ان شاء الله راح اطلع لكم اياه. اوكي نايس نصيدهم اثنين. حلو حلو حلو، هذا هسه راح نفك ازمه الخشب. هذا الخنزير اجلكم الله اسطوري بمعنى الكلمه. نايس نايس، في كهف هنا. اوه الكهف اتوقع ما احنا خرج انه ندخله حاليا. اوكي الكهف ما احنا خرج انه ندخله، خليه يكون حلقه ثانيه ان شاء الله. بس انه بما انه في كهف هنا فاتوقع انه تقدم اسطوري. شو هذا؟ هذا عاشب، لا تهرب تعال. اوكي هذول داخلين حرب، خلينا نلحق هذاك، نجيب الشريحه هاي، نفتح لي منطقه جديده. ما ظل عندي اسهم للاسف، اقدر الحقه؟ ما اتوقع، فارمي له هذا. يا اخي اهدى اهدى، يا الله جبان. يلا صدناه صدناه صدناه، 42 60، لا ان شاء الله صدناه ان شاء الله صدناه. اوكي نايس 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 نايس، اسطوري اسطوري. لا في تقدم، في تقدم ملحوظ. او ماي جاد ان شاء الله اقدر اجيبها. لا 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 لا، مو هذا مو هذا، ذاك. اوكي تفرقن حلو. اخ لو في نبل. ايوه اوهو ايوه، لا 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 تطيح تحت، لا تطيح تحت، لا تطيح تحت يا شيخ. وصلنا ليفل جديد، وهاي بيضه نايس. مات مات هذاك، مات للاسف. خلينا نشوف الثاني. ياهو والله اسطوري. اوهو صدته ان شاء الله، صدته. لا 40 50 صدته صدته ان شاء الله. حلو 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 حلو، لا لا في في تقدم ان شاء الله، في تقدم اسطوري. هسه جبت تقريبا فارمر للستون، وجبت فارم اللهم صل على محمد.
شو هاي صندوق نهدي، وجبت فارم للخشب، يعني هسه خشب وستون ان شاء الله ما عاد ناكل همهن نهائيا، راح يصير مجمعهم باشياء اسطورية. حلو، جبت طابة لونها اخضر في صندوق ثاني. حلو، ما هذا برضو طابة ثانية واكل في بكمونات مائية. هنا اتوقع انه نعتازها، خلينا نجيب لنا واحد مو غلط، خلينا نجيب هذا. حلو حلو حلو، هناك في شي لونه اخضر قاعد استنى شي برج. حلو حلو حلو، استنى شي برج مشان ننتقل للبيت. اوكي جبنا سدل هاي، لكن حاليا ما راح نعتازه. برضو هذا نوع ثاني من الصناديق، وبو اسهم جديدة. حلو حلو، اسطوري اسطوري، قاعد نتقدم ان شاء الله، قاعد نتقدم. اوكي هذول ينامهم. بيكاتشو، بيكا 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 بيكا، تعال 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 تعال. هي صيدوا صيدوا، والله هم نايمين اسهل من هي صيد ما في. حلو هاي 100، خلينا نرجع اصيد هذا. حلو حلو، هذا الثاني ايزي ايزي تصيدوا، صار عندي 2 بيكاتشو. حلو، ايوه روح يا مدير. هنا طير، هذا طير، هذا طير، لا الطير هذا ما يتوقع انه ما ينفع، لكن نجيبه مو مشكله، نسوي عندنا تشكيله حلوه. لا يا حرام، كتله كتله باللحظه الاخيره، بس مو مشكله، في زياده. حلو صدناه، نايس، احنا قلنا صدناه، احنا قلنا صدناه، هسه صايدك لا محاله. لا يا شيخ، يلا خلاص خلاص. حلو، كان مصر كان مصر، هذا اسطوري هذا. قال يا بس نرجع البيت نشوف الخصائص حقتهن، كل شيء صدناه نقدر نشوف الخصائص تبعيته. ما هذا ما هذا ما هذا، اوكي ان شاء الله سهله، ان شاء الله سهله 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 سهله. حلو يا عيني عليك، والله قاعد واحنا ماشيين نجيب نجيب ارقام. لا يا الكعبه والله ضربته قويه. وهذا هذا ما نعتازه، خلي هذا يتولى امرهم ومنه يلفل. نايس، صندوق 500 ذهب، والله مره واحده. اذا فتحنا الخريطه، اوكي في برج قدامي هنا. حلو، بعد 200 متر. ما هذا شكلي كاين جاي لهنا وماخذها. حلو، صندوق ذهبي، شوني محظوظ بالصناديق ولا شو؟ ولا هي هيك اللعبه موجوده بكل مكان؟ يا عيني 10 ارو، هذول صدت منهم 2، اصيد زياده ليفل 6، اصيد زياده ولا خلاص. قريه جديده فيها برج، يا عيني يا عيني يا عيني، هذه 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 القريه راح تفيدنا مره بقتال البو. اوكي خلينا نرجع ونشوف الاشياء اللي صدنا. تمام يا رب. حلو يا عيني يا عيني، اوكي بسم الله. اول شيء نجي على هذا، هذا بويزن سم 30، نايس حلو، يلتقط ويجمع وماينر. اوكي هذا برضو مائي بس يجمع ويزقي، اوكي نايس. هذا كهربائي ما راح يفيدنا بالهاي، اوكي هذا ماينر، هذا انساها. هذا حطاب، اوكي، وبرضو اللهم صل على محمد مزارع على ما اظن، وهذا حطاب فقط، حطاب مستوى 2، نايس. خلينا نحط الحطاب مستوى 2 هنا واشوف اذا اقدر اطورها زياده عن اللزوم، خلينا نتاكد. اوكي ظل لازم ان نبني التمثال، خلينا نشوف التمثال. هذاك راح يجمع خشب مباشره على مكانه. حلو نايس 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 نايس. نبني او التمثال اني لا فتحته، هذا هو المشكله، يجي فوق، لا ما ودي احطه فوق، خاف ما عاد اطلع، خليه هنا. نايس، اوكي هسه اقدر اطور، عندي 3 طور، يس حلو. هسه اعتاز 4 لحتى اطور نقطة ثانية، ممتاز ممتاز. اذا جينا على البي، اوكي هاني ينطيك خصائصها كاملة. حلو 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 حلو، انسى برضو لازمني ابني بعد زيادة عن هذه، اللهم صل على محمد، غير الفارم. اوكي زيادة اسرة، لكن نعتاز وود، خليني احط لهم صندوق هناك جنب هاي، مشان بس يجي اللي يجي يجمع مباشرة يحطهن هنا. اوكي فنجي ودي 2 او 15 وود، اوكي 19 خلاص. غير ال 19، اوكي اتوقع انه هذا يعتاز، ما يعتاز، هو يجمع داخله. اوكي خليه خليها يا هان الصندوق، خليها بالمكان هذا، هسه راح يجم يبنوه. غير هيك نعتاز، اللهم صل على محمد. في عندي شيء، هذا الفارم حق ستون، يعتاز له ستون 50 و6 او 20 خشب، 20 خشب ايزي. خليني اجيب الستون او غير ستون، ننزل الخنزير اجلكم الله. هسا هذا نقدر نطوره. اوكي بيلد بيري بنتن، شو البيري هاي؟ خلينا نجي على الاشياء اللي نتعلمها. اوكي هاي هاي نعتاز نسوي فارم، نعتاز نسوي فارم يا سيدي العزيز، مو غلط مو غلط مو غلط، احنا هيك هيك نعتازها. فخلينا نجي لهنا ونجيبها بالاول، خلينا ناكل لانه الاستاذ جوعان. استاذ 20 وود، خلينا نجمع بيدي، خلي ذاك يجمع. طلعنا بالفارم حاليا، نايس نايس. مين راح يجي يزرع هسه؟ اول شيء خلينا نتاكد. برضو خلينا نطور، نحط مزارع، اتوقع في مزارع
وهاي ذي والتطوير يا مدير. اوكي قرل هسه نجي نشوف الورك بنش هاي، نعتاز الخنزير اجلكم الله ونحطه هان مشان يجمع لنا ستون. احنا قلنا المحجر هذا شو يعتاز، يعتاز 50 حجر. هذا بلش يجمع لنا حجر، راح نجي نجمع معه، بس اهم شيء هذا لا تضربه بالله عليكم والله يدمرنا. ليش وقف تجميع؟ خلينا نكسر هذه. اوكي نحط المحجر، وهسه صار عندنا محجر لا نهائي. برضو خليني اروح ابني اسره، طالب مني اني احط 5 اسره. هاي 4 وهذه 5 يا مدير. نايس حلو. انت يا صديقي يا صديقي تعال 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 جمع جمع خشب. ليش؟ اوهو لا تقول لي ضربهم. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، راح يدمر لي كل ديناصوراتي فعليا. شو صار؟ هذا هيك مات ولا شو؟ اوكي خليهم هنا، 2 ماتوا بضربة واحدة. انت تعال هنا مزارع. اوكي يزقي، بدنا واحد مزارع وهذا مزارع حاليا. نايس انا خابر في جبت 2 خنازير مو؟ اتوقع انه هذا راح يفيدنا اكثر حاليا. بشو حطيته بدل شوني؟ اوكي بدل خروف على ما اظن، خلي الخروف انا يقدر يشيل. نايس هاي لازم اكملها بايدي لانه ما ظل حدا بعد الهجمة اللي صارت. اوكي خلصت خلصت، حلو 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 اسطوري. خلاص هاي بلشت مشتغلة 2. يا عيني عليك، هسه حاليا عندنا خشب لا نهائي وستون لا نهائي، وهذا بلش يزرع. اوكي شو تزرع يا صديقي؟ توت. حلو 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 اسطوري والله، يعني في تقدم في تقدم ملحوظ. اوكي وين كنا اخر مرة؟ خلينا نجي ونروح نستكشف زيادة. اوكي اول شيء شو معي؟ خلينا نطبخ. الثعلب وقع مات مات. تعال غير هيك لا، قبل كل شيء شوف شو وده لحتى يتطور. بول جيرل اوكي وده ورك بانش، خلينا نتأكد الورك بانش حقتنا هاي وين. اوكي لازم اني اوسع شويتين المنطقة مشان نبلش. هاي لازم اكسرها عشان اوسع اكثر، خلينا نوسع لهناك بالبداية. ما ادري اذا تحبون اسوي ستايل بيت ولا خلاص ننهيها بس كقاعدة، نحط يعني الفونديشن والباقي خلص ما يلزم اصلا لحتى نسوي بيت. اوكي خلينا نكسر هاي، احنا قلنا نحط الثعلب مشان يطبخ مو مشكلة. هسه نزل الثعلب، لازم اني احط اللهم صل على محمد. خلاص هاي هيك حاليا يكفي. لازم احط طاولة، نتأكد من الطاولة اللي هي هاي هي. اوكي تاز 2 كلور، كسرت الطاولة هذيك انا. نايس 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 مخ نظيف. اوكي راح نحط الطاولات هاي هان، هذه الطاولة حلو. نرجع نحط الطاولة الثانية اللي هي هاي، اعتاز لها كلوث. اوكي احنا قلنا كلوث تمام. نجي هان جيب لي كلوث يا مدير، اصنع كلوث. في حدا يصنع معانا؟ لا. اوكي هسه نقدر نصنع اللهم صل على محمد الطاولة الثانية اللي حقت السدل، يعني اقدر اصنع السدل فيها. حلو حلو اقدر اصنع سدل الثعلب، لكن حاليا ما نعتازه نهائيا، يعتاز ذكرات نار بس. بما انه هسه بلشنا بتطوير هاي، خلينا نبلش مشان نحط الثعلب فيها. اوكي كراش كراشر، خلي هسه كراشر، خلينا نجي نجيب الثعلب ما ثعلب ما، فخلينا نطبخ بيدينا هسه. شو نقدر نحط اضافي؟ اوكي هان معي ثعلب انا، ماشي خلي الثعلب هذا هان. حلو هذا يرتاح، هذاك يسوي فرق. قد ايه صار فيها؟ 16، هذا 22 شات حلو خنزير. نايس اسطوري، خلصت طبخ يا عزيزي؟ لسه ما خلص. حلو خلصنا، اتوقع اني راح اكتفي خلال حلقة اليوم. صراحة سوينا اشياء الكثير الكثير. اوكي منه سوينا البرج هذا او التمثال، وبرضو سوينا بعض الطاولات وروضنا اشياء حلوة كثيرة، يعني مثلا روضنا هذا، هذا اسطوري هاي لا يغركم، يعني دمجه مرة مرة عالي. مثل ما تشوف قاعد يريح شوية يرجع يجمع، هسه ريح هذاك راح يرجع يجمع. بس يخلص ما ادري اذا حاطني زيادة عن من ناحية فارمر، اتوقع في واحد ثاني لكن شلته وحطيت بداله شيء ثاني. ما علينا من الشيء هذا، اتمنى دعمكم بالتعليقات، قولوا لي الاشياء اللي تلزمنا. اوكي فنختمها، شكرا لكم على الدعم، شكرا على المتابعة، نختم مقطع وصلت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.